اللي بعمل بالفتوى اللي انا باخدها، ولكن كل ان انا اخدها من واحد ليس ذو صاحب فتوى فانا كده هخطا. والعلم ملوش كبير، والنهارده في مصر اصبح في تخصصات، الازهر ودار الافتاء هم اللي قايمين بهذا الامر. الفتوى دي بتؤدي الى مشاكل وبتخلي في عنف بين الناس اكتر. كل من هب ودب بقى بيفتي بدون علم ولا بدون معرفه ولا بدون اي درايه خالص. الناس المواطنين بتبص على الشيخ عاده كبيره، مثل يعني الدين، مثل الكتاب والقران والشرع والدين، فبتؤمن كلامه، لما تصدق كلامه بكل سهوله. لما اي كلمه بتصدر من الشيخ يعني بتصدر على انه واحد عالم. فتوى لازم تصدر من الازهر، ولازم مشايخ الازهر هم اللي يصدروا الفتاوى. نلجا لواحد حافظ كلمتين وكده من الطيابه بتاعت الشعب المصري معروف، اللي احنا بنسمع منه كلمتين نفكر ان هو قاموس في الدين، قاموس في تفسير الدين، في الفتوى. طبعا ده حاجه بتمس الدين، يعني ياخد اقصى العقوبه، اقل حاجه 10 سنين، اقل حاجه 10 سنين عشان الناس ترتجع. مش اي حد كده كل من هب ودب يفتنا فتوى تخرب المجتمع وتخرب البيوت. على حسب تاثير الفتوى على المجتمع، يعني الفتوى لو كانت ضاره ده اعدام على طول. طالب القضاء اصلا بسرعه الفصل في الدعاوى دي. نؤيد بتغليظ العقوبه على كل من يصدر منه اي فتوى خلف الدين. الفتوى لا تصدر الا من الازهر ومشيخه الازهر والفتاوى اللي في الازهر.